بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو أول درس من أحياء الصف الثاني عشر علمي توجيهي فلسطين، وسنبدأ على بركة الله بشرح الجزئية الأولى وهي جزئية البناء الضوئي. والبناء الضوئي هو بداية الانطلاقة من أجل عمليات تحولات الطاقة. طبعا الطاقة أهميتها للكائن الحي أنها تجعله يستطيع أن يقيم بأنشطته الحيوية المختلفة. هذه الأنشطة الحيوية المختلفة بتنوعاتها تكون بشكل أساسي تحتاج للطاقة. وبما أن المنتجات في سلسلة الغذاء هي بداية إنتاج الطاقة، وهي هنا نتكلم عن النباتات الخضراء والطحالب وبعض أنواع البكتيريا، تكون نقطة انطلاق عملية إنتاج وتحولات الطاقة هي البناء الضوئي. فبالتالي تحرر الطاقة المخزونة، طبعا البناء الضوئي يخزن الطاقة في جزيئات تسمى الـ ATP. عمليات تحرر الطاقة المخزونة في حاملات الطاقة، طبعا جزيئات الـ ATP تسمى حاملات الطاقة، هي التي تمكن الكائن الحي من قيام بالأنشطة المختلفة. وهنا سنضرب أمثلة على كمية الطاقة التي توجد في كل إجرام من أنواع الغذاء المختلفة. فمثلا كربوهيدرات واللبيديات، وهنا نقصد بها الدهون، والبروتينات. طبعا بالنسبة للكربوهيدرات والبروتينات، كل واحد جرام يعطي نفس الكمية وهي 4 كيلو كالوري. طبعا كيلو كالوري نقصد فيه كيلو سعر، بمعنى أن واحد جرام من الكربوهيدرات يعطي 4 كيلو كالوري، وبنفس المقدار البروتينات كل واحد جرام يعطي 4 كيلو كالوري لكل جرام. لكن النبيديات، ونقصد الدهون، ونحن نعرف أن الدهون كمية الطاقة التي تنتجها أكبر بكثير، وهي 9 كيلو كالوري لكل جرام. طبعا أهمية الطاقة أنها تدخل في التفاعلات الكيميائية، مثل في بناء مركبات مثل الجليكوجين. وتعرفنا قبل قديما في 11 أن عند نقص كمية السكر وخلافه أن يتم تحطيم جزيئات للجليكوجين من أجل عملية إنتاج الطاقة وجزيئات الجلوكوز. وعمليات النقل مثل النقل النشط عبر الغشاء الخلوي، وهي بالأساس تحتاج إلى طاقة. العمليات الميكانيكية مثل انقباض العضلات تحتاج إلى طاقة. طبعا جزيئات الطاقة حاملات الطاقة تسمى ATP، مما تتكون من نيوكليوتيد. طبعا النيوكليوتيد في حاملات الطاقة مثل أي نيوكليوتيد، يتكون من مجموعة فوسفات بشكل أساسي وريبوز وأدينين. لكن هنا عدد مجموعات الفوسفات في حاملات الطاقة 3 مجموعات، والنوع جزيء السكر الخمازي هو ريبوزي، بمعنى غير منقوص الأكسجين. وهنا قواعد النيتروجينية، توجد قاعدة نيتروجينية أدني. طبعا هنا لو رأينا ثلاث مجموعات الفوسفات، نجد أن مجموعات الفوسفات المجموعة الثانية ترتبط برابطة مع المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة. هنا انحلال الطاقة في كل مجموعة يعطي كمية طاقة مختلفة، بمعنى أن عند انحلال الرابطة بين المجموعة الثالثة والثانية، هنا مثلا الثانية والثالثة، يعطي نفس المقدار الذي يعطيه مجموعة انحلال الطاقة من الرابطة الأولى والثانية. فبالتالي هنا يتحدث لك أن كل رابطة تعطي 7.3 كيلو كالوري لكل مول عند انحلالها، وبالتالي مجموع انحلال الرابطتين يكون عندي 14.6 كيلو كالوري لكل مول. طبعا هنا مثلا جزيء الـ ATP عند عملية انحلاله يتحول إلى جزيء يسمى الـ ADP، ويعطي كمية طاقة 7.3 كيلو كالوري لكل مول، وبنفس القصة للرابطة، طبعا الرابطة الأولى والرابطة الثانية. طبعا هنا البناء الضوئي، طبعا البناء الضوئي نريد أن نعرف أن الطاقة الشمسية يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية في مكوناته. لكن قبل أن نبدأ لابد أن تعرف أن الطاقة الشمسية التي تصل الأرض
تقطع ما يقارب 150 مليون كيلومتر وما يسمى بالسنة الضوئية. وهذه الطاقة الضوئية هي التي تستخدمها النباتات في البناء الضوئي. ما هو البناء الضوئي؟ البناء الضوئي هو عملية التي يتم فيها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية. هذه الطاقة الكيميائية تخزن في مركبات العضوية على شكل روابط كيميائية، وهي قلنا على حاملات الطاقة الـ ATP عن طريق الروابط الموجودة بين مجموعات الفوسفات الثلاثة التي توجد في النيوكليوتيد الخاص بالـ ATP. طبعا أي أجزاء النبات تحدث فيها هذه التفاعلات هو جزء البلاستيدات الخضراء. طبعا نحن نعرف أن البلاستيدات الخضراء ثلاثة أنواع، لكن آسف البلاستيدات بشكل عام هي ثلاثة أنواع. النوع البلاستيدات الخضراء هي التي تقوم بعمليات البناء الضوئي بسبب صبغة الكلوروفيل التي توجد بها. لكن هنا قبل أن نبدأ لابد أن نتحدث عن تركيب البلاستيدات الخضراء. طبعا لو رأيت هنا البلاستيدات الخضراء تتكون من غشائين، غشائين غشاء داخلي وخارجي، والغشائين يحصلان بينهما حيز، من ثم يوجد ما يسمى الاستروما. الاستروما هي سائل كثيف، الاستروما سائل كثيف يحتوي على انزيمات وبروتينات وحبيبات نشا وجزيئات من الـ RNA والـ DNA. لكن هنا نريد أن ننوه أن البلاستيدات الخضراء هي عبارة عن عضيات غشائية بسبب لأنها لها أغشية، وهي جزيئات تستطيع أن تتضاعف ذاتيا. لماذا؟ بسبب وجود أنزيمات وبروتينات وحبيبات نشا والـ RNA موجودة فيها، فبالتالي تستطيع أن تتضاعف ذاتيا لأنها توجد فيها كل ما تحتاجه من أجل عملية التضاعف. ومن ثم توجد أيضا الجزء الثالث وهي أقراص الثليكودي، أكياس مسطحة تترتب بشكل متوازي فوق بعضها لتكون ما يسمى الجرانم. إذن هي جزيئات البلاستيدات تتكون من غشائين خارجي وداخلي، الحشوة الاستروما هو عبارة عن سائل كثيف وأقراص الثليكوديدات، وبالتالي هذه الثلاث أجزاء هي التي تكون مكون أساسي للبلاستيدات. لكن أي الأجزاء التي تتم فيها البلاستيدات الخضراء هي الجزئين الداخليين، وهي عبارة عن أغشية الثليكوديدات والاستروما فقط، لكن لا تتم في الأغشية. ملخص هنا، الزيادة في كتلة النبات مصدرها غاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا نحن نعرف أساسا أن ثاني أكسيد الكربون بشكل أساسي هو عمود من أعمدة بناء الضوئي، ويتم تثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون في حلقة تسمى حلقة كلفن، سنتعرف عليها بعد قليل فيما بعد، لتكون سكر الجلوكوز. طبعا السكر الجلوكوز للعموم هو المكون الأساسي للسيلولوز وللنشا والجلايكوجين ومختلف الجزيئات التي تكون في النبات. الأكسجين المتصاعد من البلاستيدات الخضراء في عملية البناء الضوئي هو مصدره الماء. لماذا؟ لأن سنتعرف أن البناء الضوئي في معادلته يحتاج إلى أكسجين، ثاني أكسيد كربون وماء. الثاني أكسيد الأكسجين الذي يخرج هنا مصدره ليس ثاني أكسيد الكربون، لكن مصدره يكون الماء، وسنتعرف عليه في عند حديث عن المعادلة. طبعا مصدر الطاقة اللازمة لتحلل الماء هو ضوء الشمس من أجل عملية تحلل الماء وللحصول على الهيدروجين. تمتص جزيئات الصبغة الكلوروفيل الخضراء الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية. هذه المعادلة تسمى معادلة ماير، وتتكون من 6 جزيئات ثاني أكسيد كربون و12 جزيء من الهيدروجين من أجل أن تكون عملية موزونة. ضوء الكلوروفيل، ضوء والكلوروفيل، لأن صبغة الكلوروفيل هي التي تقوم بعملية البناء أو امتصاص الضوء. هنا يتكون جزيء الجلوكوز C6H12O6 زائد 6 جزيئات من الأكسجين، طبعا مصدرها انحلال الماء، وست جزيئات من الماء ويخرج على شكل نتح. طبعا تفاعلات العملية البناء الضوئي، هنا نوعين من التفاعلات. ما هما يشير إليك نوعين من التفاعلات في هذا الشكل؟ هما تفاعلات ضوئية وتفاعلات لا ضوئية. التفاعلات اللا ضوئية تسمى حلقة كلفن، وهي تفاعلات تثبيت الكربون. إذا الكربون يتم تثبيته عن طريق
التفاعلات لا ضوئية وهي عبارة عن حلقة كلفن. ما المواد اللازمة لعملية البناء الضوئي وهي الضوء، الماء، وثاني أكسيد الكربون، وبالتأكيد صبغة الكلوروفيل من أجل عملية امتصاص الضوء. المواد الناتجة، ما المواد التي تنتج في من عملية البناء الضوئي؟ طبعا هذا الشكل يوضح عملية الارتباط بين التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية وهي حلقة كلفن، وهي تتم في جزيئات البلاستيدات. طبعا التفاعلات الضوئية تتم في الثلاثيدات لأن بها بشكل أساسي صبغة الكلوروفيل، بينما في الاستروما وهي السائل الكثيف تتم عمليات التفاعلات اللا ضوئية وهي عبارة عن حلقة كلفن. طبعا هنا يتكون عدة أجزاء سأشرحها لكم في أين تحدث ما المواد في هذا الجدول. انظر هنا، قارن بين التفاعلات الضوئية والتفاعلات حلقة كلفن. طبعا هنا الأسئلة قد يأتي إليك، حدد المواد الناتجة، حدد المواد الداخلة، أين تحدث هذه التفاعلات، كل هذه الكلام قمت بتلخيصه هنا في دول. أو وجه المقارنة بين التفاعلات الضوئية والتفاعلات حلقة كلفن، واحد الحاجة إلى الضوء. في التفاعلات الضوء الضوئية يحتاج شرط أساسي ومن اسمها الضوء، بينما في حلقة كلفن تحدث سواء بوجود الضوء أو بعدمه، هي لا يشترط لحدوثها وجود الضوء. مكان الحدوث أخشة الثلاكوديدات لأنها بها بشكل أساسي صبغة الكلوروفيل والستروم، هنا بالنسبة لتفاعلات حلقة كلفن. المتطلبات ضوء وH2O، بينما هنا المتطلبات جزيء الـ ATP وناتج من عمليات التفاعلات الضوئية، وثاني أكسيد الكربون وجزيء الـ NADPH. طبعا التفاعلات الحاصلة في التفاعلات الضوئية، في البداية تنشطر الماء باستخدام الطاقة الضوئية، ينشطر إلى ماذا؟ إلى هيدروجين يستخدم في اختزال نواقل الإلكترونات، لكن الأكسجين يتصاعد في الهواء الجوي. إذا مصدر الأكسجين هنا ليس ثاني أكسيد الكربون، لكن بشكل أساسي هو عبارة عن الماء. الأكسجين يتصاعد في الغلاف الجوي وتحول الطاقة الكيميائية الضوئية لطاقة ضوئية، لكن في التفاعلات الحاصلة في كلفن أنه يقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون وباستخدام نواقل التفاعلات الضوئية اللي هي ATP والNADPH لإنتاج الكربوهيدرات. طبعا النواتج هنا الO2 والATP والNADPH، هذه تذهب إلى تفاعلات ماذا؟ هي المتطلبات الأساسية من أجل عملية كلفن، فهي عملية متكاملة. ما ينتج في التفاعلات الضوئية يذهب إلى التفاعلات الضوئية وهي كلفن من أجل بداية التفاعلات حلقة كلفن، ومن بعد ذلك يتم تثبيت ما يسمى G3B وهو عبارة عن كربوهيدرات، ويسمى جلسردهايد أحادي الفوسفات، جلسردهايد أحادي الفوسفات، هو عبارة عن نوع من أنواع الكربوهيدرات. طبعا هنا ملاحظة هامة جدا، أنه يمثل G3B سكر جلسردهايد، وهو سكر ثلاثي ذرات الكربون، ويعتبر الهيكل الكربوني للمركبات العضوية، وهو أول مركب هيدروكربوني ثابت تنتج النبات، يعني بمعنى هو الأساس الذي يتم بناء عليه جميع أنواع المركبات الكربوهيدراتية، المركبات الكربوهيدراتية أو المركبات العضوية بشكل أساسي في النبات. ما دور أيونات الهيدروجين هنا؟ طبعا هنا أيونات الهيدروجين هي عبارة عن البروتونات، لأن أيون الهيدروجين أو الهيدروجين تتكون من الإلكترون، عند فقد هذا الإلكترون يتحول إلى أيون موجب، فهي بالأساس لأنها تحمل شحنة موجبة وكأنها لم يتبقى لديك سوى النواة التي توجد بها البروتونات الناتجة من تحلل الماء في عملية البناء الضوئي. طبعا هي بشكل أساس بما أنها أيونات موجبة هي عبارة تستخدم في عملية اختزال نواقل الإلكترونات. طبعا هنا بواسطتها تتم عملية تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية، ومن ثم يتم تخزينها في الـ ATP والـ NADPH وهي في جزئية التفاعلات الضوئية. هنا كيفية امتصاص الطاقة، لأن طبعا الطاقة صبغة الكلوروفيل بشكل أساسي تتركز في أغشية الثليكوديدات. طبعا هو أغشية الثليكوديدات هي جزء أساسي من البلاستيدات الخضراء، ومن ثم هي التي تكسبه اللون الأخضر.
يوجد انواع منها، هنا نوع A و B وهي تشترك في التركيب الاساسي، لكن الاختلاف بينهما اختلاف بسيط لا لن نتدخل بشكل اساسي فيه، لكن الوظيفه الاساسيه هي امتصاص البناء الضوئي من اجل عمليه حدوث البناء، اسف امتصاص الطاقه الضوئيه. طبعا نحن نعرف ان الطول موجات الضوئيه المرئيه يمتد من 380 الى 750 نانومتر، وتعمل اصباغ الكلوروفيل اي بي وصبغه الكرواتين على امتصاص موجات الضوء الحمراء والزرقاء بكميات مختلفه، لكنها لا تمتص اللون الاخضر، فبالتالي تعكسه من هنا يظهر انها تكون اللون الاخضر. طبعا باقي الاصباغ هل تمتص؟ نعم تمتص، لكن كميات تكون قليله. ما تفسيرك لظهور اللون الاخضر في النبات؟ انها تمتص للاستردادات الخضراء جميع الموجات الضوئيه ما عدا اللون الاخضر، فبالتالي هو الذي ينعكس ويصل الى عيوننا ومن ثم نشعر باللون الاخضر. وهنا لو راينا هذه الموجات هي تتكون تقع بين الضوء المرئي، يقع بين الموجات الطويله الطاقه والموجات عاليه الطاقه، بمعنى يقع بين الاشعه تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. وطول الضوء المرئي هو عبارة عن من 350 إلى 750 نانومتر، والموجات القصيرة ذات طاقة عالية بينما الموجات الطويلة ذات طاقة قليلة، وهي العلاقة هنا عكسية بين نوع الموجات وكمية الطاقة التي تختزلها. طبعا هنا التفاعلات الضوئية يحدث في صبغة الكلوروفيل امتصاص، طبعا الصبغات الاخرى امتصاص الضوء في البلاستيدات الخضراء، وتترتب الصبغات في نظامين وظيفيين في غشاء الثلوكيدات. طبعا هؤلاء النظام الضوئي الاول فوتو سيستم 1 وفوتو سيستم 2. هنا كل نظام ضوئي يتكون مما يتركب كل نظام ضوئي. النظام الضوئي كما نرى في هذا الشكل هو مركز تفاعل الريكتشن سنتر، يعني هو مركز التفاعل، بمعنى هو عبارة عن نظام بروتيني يحتوي على جزيئين، جزيء كلوروفيل A وقادر عين إطلاق الإلكترونات المنشطة نحو مركز النظام التفاعل الضوئي، إذن هنا يحدث إطلاق للإلكترونات نحو المركز، ومن ثم يحدث مستقبل إلكترونات أولي primary electric extractor والذي له جاذبية قوية نحو الإلكترونات. طبعا أنواع مختلفة من جزيئات الصبغات كلوروفيل A وكلوروفيل B والبروتين، كل هذه الصبغات ترتبط بالبروتينات حيث تعمل هذه الصبغات على امتصاص الطاقة الضوئية. إذا هذه الجزيئات وصبغات تعمل على امتصاص، ثم أين تمررها؟ تمللها لمركز التفاعل، إذا هي تمتص هذه الطاقة، ثم تمررها إلى ماذا؟ إلى مركز التفاعل. بما تفسر التباين في امتصاص الطاقة الضوئية في كل من النظام الأول والثاني بسبب اختلاف نوع البروتين المكون لها، كل نوع من البروتين له كمية قدرة على امتصاص كمية مختلفة من الطاقة. ما وظيفة مركز التفاعل؟ هذا مركز التفاعل، واحد إطلاق الإلكترونات المنشطة، اثنان يتم تحويل الطاقة الضوئية الممتصة إلى طاقة كيميائية، وهذه الطاقة تكون مخزونة في شكل روابط كيميائيا في مسارين الإلكترونات، مسار الإلكترونات اللاحلقية ومسار الإلكترونات الحلق. هنا النظام الأول وهنا النظام الثاني، هنا امتصاص الضوء يذهب إلى مركز التفاعل، يأتي إلى المستقبل الأول، من ثم يتم في خطوات التخزينه في الاي تي بي، يذهب الى نقل الالكترونات مستقبل اولي، وبالمثل لعمليه التخزين في جزيئات الاي تي بي الان اي بي بي اتش. هؤلاء هذا مخطط من اجل كيف يتم ربطه بين الجزيء تفاعلات، ولكن هذه رسمه للتفاعلات اللا حلقيه. ما اهميه امتصاص الضوء؟ يعني في البدايه جزيئات تمتص جزيئات الصبغة الضوئية مما يسبب انتقال الإلكترونات إلى مستوى طاقة أعلى في جزيئات الصبغة إلى أن يصل إلى مركز التفاعل. كلما امتص طاقة هذا يعمل على فصل جزيئات الماء،
وبالتالي عن طريق طبعا كيف يتم فصل جزيئات الماء بأنزيمات خاصة في النظام الثاني وليس في النظام الأول لتعويض الإلكترونات التي يفقدها النظام الثاني. ما الذي يسهم في وصول الإلكترونات المستقبل الأول؟ هو جزيء كلوروفيل A في مركز التفاعل. ما دور جزيئات الكلوروفيل A في التفاعل؟ في التفاعل لكل نظام يعتبر الماء مانحا قويا للإلكترونات، وهنا أهمية وجود الماء في بناء الضوئي بعد امتصاص الطاقة الضوئية بواسطة الأسباق الكلوروفيل والأسباق الأخرى، وبالتالي هنا إطلاق الإلكترونات. أين تذهب؟ إلى المستقبل الأول. طبعا ما أهمية الماء؟ تعويض الإلكترونات التي يفقدها النظام الضوئي الثاني. وضح وظيفة بناء أنزيم الـ ATP الموجود في غشاء الثلثين. هنا يتم ضخ أيونات الهيدروجين، طبعا أيونات الهيدروجين الموجبة وهي مثل البروتينات الناتجة من تحلل الماء إلى تجويف الثيليكوزيات عبر غشاء الثيليكوزيات، ليصبح تجويف الثيليكوزيات موجبا بالكامل لأنه تم بجزيئات أيونات موجبة من مراجعة مقارنة بتركيز أيونات الهيدروجين في الاستروم. ونتيجة لفرق التركيز تندفع أيونات الـ A أو الأيونات الموجبة أيونات الهيدروجين عبر أنزيم بناء الـ ATP الموجود في غشاء الثيليكوزيات مستخدمة طاقة الإلكترونات. طبعا لأن كيف سيندفع، كيف ستحرك، يحتاج إلى طاقة. أين من أين يأتي بهذه الطاقة؟ هي طاقة الإلكترونات التي تحررت بفعل الماء لأنه هو المانح الأساسي للإلكترونات، سواء للتعويض في النظام في النظام الثاني أو من أجل الامتصاص إطلاقها في المستقبل الأول. وهنا تنتقل من ناقل إلى أخرى في سلسلة نقل الإلكترونات. طبعا هذا يتم نقل الإلكترونات هو الذي يربط بين النظام الأول والثاني، فيتم استخدام هذه الطاقة من أجل ربط جزيئات الـ ATP الموجبة مع مجموعة الفوسفات لتكون الـ ATP بشكل أساسي ويكون ثلاث جزيئات. إذن ABT مع مجموعة الفوسفات اللي هو BI زائد الطاقة يتم تكوين الـ ATP. لو عكسنا طبعا عن طريق أنزيم بناء الطاقة، لو عكسنا هذا الكلام في كما سابق ينتج كمية الطاقة التي تعرفنا عنها حسب كل رابطة. عدد نواتج هذا المسار، النواتج أكسجين وهو الناتج عن تحلل الماء يتصاعد من الخارج، والآن ADPH والATP عبارة عن ناقلات وحاملات للطاقة. ما الطاقة التي يتم تحويلها طاقة ضوئية كيميائية؟ تتم بطريقين، إنتاج الATP في البداية ومن ثم إنتاج الآن ADPH. الAB جزيء الADP ومجموعة فوسفات وطاقة وأنزيم بناء طاقة ينتج جزيء الـ ATP، بينما إنتاج جزيئات الـ NB يتم من اختزال جزيء الـ NDBH الـ NDB موجب إلى الـ NADBH وهي الخلاصة. وتتم هذه عملية الاختزال بالمعادلة كما ترون أمامكم، وهي عبارة عن عملية اختزال لجزيئات أيونات الهيدروجين. يحتوي المسار الإلكتروني اللاحقي على نظام ضوئي أول ونظام ضوئي ثاني، إلا أن بداية المسار أين تتم؟ في النظام الثاني. لماذا؟ لأنه تم اكتشاف النظام الضوئي قبل الثاني، لذلك اعتبر هو الأول. هذه الأساس يعني، وهي عبارة عن يعني ما يقولون نقطة علمية، لأنه تم اكتشاف الثاني في البداية سمي هذا واعتبروه هو الأول. فنظام الضوء الأول ينقل الإلكترونات نحو الآن أيونات الآن ADPH الموجبة منتجة جزيئات الآن ADPH، ويتم تعويض هذه الإلكترونات من الإلكترون الذي يفقده النظام الأول. طبعا هذه الإلكترونات تكون قادمة من نظام الضوء الثاني. طبعا من أين هذه الإلكترونات؟ من الماء، وخصوصا أن جزيء النظام الثاني له قدرة عالية على أكسدة الماء، فبالتالي يستطيع تعويض الإلكترونات التي فقدها النظام الثاني. إذا فإن عملية انتقال إجمالية تحدث الإلكترونات من الماء إلى الـ NDPH، وهذا يعتبر المسار اللاحقي في البداية. يتم امتصاص الماء ومن ثم إنتاج الأكسجين ومن ثم تكوين جزيئات الـ ATP ومن ثم تكوين جزيئات الـ NADPH، وهو المسار الذي يتم فيه عملية في التفاعلات الحلقية. وهنا في آخر جزئية سأشرحها في هذا الدرس، هذه الخطوات قلنا في البداية
في التفاعلات اللاحقية امتصاص الضوء، وهذا تتم عن طريق الأصباغ، ومن ثم انتقال الإلكترونات لمستوى طاقة أعلى، ومن ثم تنتقل من جزيء الكلوروفيل إلى مركز التفاعل، ومركز التفاعل يكون مانحا من أجل إنتاج الإلكترونات المنشطة، وتمر هذه الإلكترونات طبعا تكون محملة بالطاقة إلى المستقبلات الأولية، وبالتالي تكون جاذبة لنحو إلكترونات أخرى، من ثم يبدأ إنتاج الأكسجين. بسبب زيادة امتصاص الطاقة يعمل أنزيم خاص على فصل جزيئات الماء، هذا الأنزيم ينتج عنه أيونات من أيونات هيدروجين وجزيئات ماء وإلكترونات، طبعا الإلكترونات مهمة من أجل عملية التفاعل والتعويض، ويخرج الأكسجين. يتم تزويد مركز التفاعل بالإلكترونات واحدا تلو الأخرى، وترتبط ذرات الأكسجين معا مكون جزيئات أكسجين، طبعا هنا جزيئات مع الاستمرار عملية التفاعل تتحد وتكون جزيئات أكسجين، ومن ثم تنتقل كناتج نهائي من عملية البناء الضوئي. بالنسبة للجزئية الأخرى تكوين الـ ATP، والطريقة تتم بطريقتين، وهي الطريقة الأولى في تحويل الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية. وبالأساس هناك في ملخصها عبارة عن إلكترونات منشطة تنتقل عبر سلسلة من النواقل البروتينية على المستقبل الأول حتى تصل إلى السيتوكروم الذي يتم من خلال بناء جزيئات الـ ATP عبر خطوات. هذه الخطوات في البداية يتم ضخ أيونات الهيدروجين طبعا الناتج من تحلل الماء الى الثريكلدات، ومن ثم يصبح كله موجب مقارنة بتركيز ايونات الهيدروجين في الاستروم. نتيجة الفرق التركيب في الايونات عبر انزيم ATP في الغشاء مستخدم الطاقة تنتقل من ناقل الى اخر، وهذا يتم عبر النظامين. طبعا هذا الكلام يتم تلخيصه في هذه المعادلة وتحدثنا عنها قبل قليل. والجزئية الأخيرة هي تكوين الـ NADPH، وهي الطريقة الثانية لتحويل الطاقة. الطريقة الأولى هي الـ ATP، والطريقة الثانية هي تحويل جزيئات الـ NADPH. وعندما تصل الإلكترونات مركز التفاعل تستنفذ طاقتها، يتم إعادة تنشيطها من جديد من خلال جزيئات صبغية في النظام الضوئي الأول. لماذا؟ لأنها تمتص الموجات الضوئية فتعلى الطاقة الكيميائية الطاقة الضوئية لها وطاقتها، فبالتالي تنتقل إلى المستقبل الأول وتستمر عملية الانتقال من ناقل إلى آخر، وبالتالي تستمر عملية الأكسدة والاختزال إلى أن تصل بشكل أساسي إلى أنزيمات مختزلة NADPH في النظام الأول، ويختزل النظام بشكل أساسي إلى أن يصل إلى NADPH عن طريق اختزال جزيء الهيدروجين كما ترون في هذه المعادلة. نرجو أن يكون هذا الفيديو السريع قد نال إعجابكم. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنقوم باستكمال شرح لهذه الجزئية. إن أعجبكم هذا الفيديو وحصل على كثير من الإعجابات سنستمر في شرح هذه السلسلة وتلخيص هذه المادة بشكل يريحكم. يرجو حسب التفاعل على هذا الفيديو ستكون استكمال لهذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.